بعدنا معكم مشاهدينا مع برنامج تحقيقات على شاشة التليلوميير. موضوعنا اليوم الكوليسترول. دكتور عواد، خلينا نرجع شوي نفوت أكثر بالتفاصيل، يعني بس نقول اش دي ال، شو يعني اش ودي وال وال دي ال كمان، يعني الاش والال شو بيعنوا؟ نعم. يعني حتى نقدر نفرق بين وقت بنقول موفي او بون كوليسترول. نعم. هلا الهاي دنسيتي ليبوبروتيين، الليبوبروتيين اللي كنت عم صورها هلا انا. نعم. ليبوبروتيين يعني هاي يعني بنقصد عالي ولو الدنسيتي العالية. نعم. يعني الكثافه النوعيه عاليه تبعي. نعم. هلا رح نخبرك كيف بتصير عالي هلا. فاذا نحن قلنا في عندي بدي اشوف الجليسيرو فوسفوليبيد يلي هي اللي اسمها اتش دي ال او ال دي ال. نعم. كيف بتصير؟ هون في عندي مادة بروتينية وداخلها كمان فوسفور. نعم. في مواد فوسفورية والبومينويد، يعني في مواد هي هيدي سولوبل. نعم. سولوبل دونلو يعني بنسميها ذوابة في الماء، هيدرو سولوبل، ذوابة في الماء. ومن جواته هالليبوبروتيين هيدا من جواته بيلتقى فيه الليبيد، المواد الشحمية. نعم. والكوليسترول. هلا اذا كان شغل كمان كوليسترول هي مواد شحميه. ايه بس ما هو هيك بينقل الكوليسترول، كيف بينتقل؟ يعني بدك كاميون. نعم. بدك وسيله نقل. شو اللي بينقل الكوليسترول بالجسم من الكبد؟ كيف بده ينتقل للخلايا حتى ما هالخلايا عم تتجدد، بدها تخلق. نعم. خليه جديده، بدها كوليسترول، بدها شحم الخليه، بدها. نعم. كمان شحم. مين اللي عم بزق لها؟ الليبيديا اللي هو مين التاكسي اللي عم بزق لها؟ هيدا الليبوبروتيين هيدا. نعم. هلا اذا كان هاي دنسيتي ولا كان لو دنسيتي. هلا اللو دنسيتي امتين بيصير لو دنسيتي؟ وقت بيكون عنده حموله وبيفرغها، فرغها وراح. اذا عددهم كثير عالي هدول اللي عندهم لو دنسيتي، يعني مفرغين كثير، مفرغين كثير كوليسترول بالعروق وبالشرايين وبالدنيا، يعني مطرشين الارض. يعني كان عندك ناس حراميه، ما زي ما يكون في حرامي لو ما شفتي معهم اغراض، عم بتشوفي 20 30 واحد وحراميه، يعني قديش سرقنينها. وبكون كميتهم عاليه، يعني مفرغين كثير لان هذا شغلته يفرغ، شغلته. نعم. يفرغ. هلا اذا يلي بيكونوا جايين عم بلملموا الزباله، اذا كان الكاميون كثير محمل، يعني بيكون مجمع كثير كوليسترول ليبر، يعني مرسب او قابل للترسب، يعني الفضلات الزياده. نعم. مشان هيك بصير ثقيل وزنه. هلا هيدا بتركيبته قديش في بروتيين؟ هيدا في هيدا بتركيبته في بروتيين الهاي دنسيتي كمان، يعني هيدا سبب من انه بتقله انه هو ثقيل. في 50% بروتيين. نعم. هيدا في عندك حوالي 21% بروتيين. الكيلو ميكرو عندك حوالي 2 يعني 2%. يعني بنلاحظ انه هيدا اخف شيء، بس هيدا ما بيوصل للمطارح يلي بيوصل لها الفيري لو، يلي هو يعني اخف، يعني أخف من اللو دنسيتي يلي بسموه العالم بالعاميه انه الكوليسترول العاطي. نعم. وهيك بدنا نسميه لانه خطا شيء، بس هيك بنسميه وجوده لانه بيضر. بس هيدا بس كمان كنت ذكرت انه بكميه كثير قليله، يعني مش موجود كميه كبيره البروتيين، منه موجود كميه كبيره. نعم. مشان هيك بيبقى خفيف. نعم. وزنه بيبقى خفيف، الكثافه النوعيه خفيف. هذا لان البروتيين مثل اللحم، يعني بروتيين بيعطي تقل مثل. نعم. التراب بيعطي تقل. 50% في البروتيين يلي اسمه اتش دي ال. نعم. ليبوبروتيين، يعني هذا بيكون كثير منيح انه يكون في 50%. لا هو أنا. بالطبيعه يعني مثل بتقولي عندي كاميون مثلا بساع 20 طن. نعم. حمولته 20 طن، وعندي كاميون حمولته 10 طن. ال 20 طن كثافه النوعيه طبيعته ثقيله، او مثل ما بتقول التراب اتقل مثلا من الخشب. هو تركيبته هيدا وهي الدنسيتي ثقيله لانه في بروتيين، تركيبته في بروتيين. نعم. في بروتيين عالي، هيدا تركيبته في بروتيين واطي، كمان الدنسيتي تبعيته الكثافه بيكون خفيف. نعم. وزياده على ذلك وقت بيفرغ حمولته بخف اكثر كمان، يعني من الميلتين خفيف وهيدا من الميلتين ثقيل. ميلي انه بيكون هو في بروتيين عالي وزنه عالي، ووقت بيكون وقت بيكون محمل وراجع كمان بيكون اعلى. نعم. يعني بيكون يعطي العافيه عم بيشتغل. نعم. يعني محمل كثير، يعني هو بتكون بالوضع الطبيعي بجسم الانسان اذا بدنا نقول. ايه بالوضع الطبيعي. هلا نحن بنرجع عم نحكي هلا في فورمول، في معادله. نعم. هلا فاذا هيدا ضروري وهيدا ضروري وكلهم ضروري. هلا نحن بنعرف انه الجهاز العصبي حكينا انه كمان بده كوليسترول. هلا بنسب معينه كلهم دورهم طبيعي وضروري. نعم. ما فيني اقول انه هي جسم الانسان كوليسترول الكوليسترول
ضروري من هالناحية، من هالناحية هذه. هلا امتى ببطل يعني اذا بلش نعرف انه لا صار في شيء زيد عن المعدل المفروض يكون بجسم الانسان؟ هيدا في عليه جدل، هو النسب المئويه عليهم شويه جدل. مثلا بامريكا اخذين يعني لانه نسبه الكوليسترول شوي عاليه يعني نظرا لنسبه الاكل اللي عم بيتناولوه يعني، او هيدي غير يعني هيدي بيحكي فيها واحد انه الحياه، لان في عده عوامل بتاثر على الكوليسترول. بس حتى جاوبك بشكل حصري على جوابي، اجمالا يعني في عليه جدل. هلا في منهم بيقولوا لك لازم يكون من ال 200 ونزول، في منهم بيقولوا لك بال 150، بس برضه لازم يتراقى بال الاتش دي ال والال دي ال. كيف بده يتراقى؟ يعني عندك معادله، المعادله بتقول اذا جيت فحصت الكوليسترول توتال يعني مجموع الكوليسترول اللي بيفحصوها باللابراتوار والمجموع تبعها بيطلع مثلا اكس، الاكس مثلا طلع عندنا 200 حتى نقول، طلع عندي المجموع العام 200. هال 200 هيدي بقسمهم على شو؟ بقسمهم على الهاي دنسيتي، بس اقسمهم على الكوليسترول الجيد يلي بيقولوا له، وبضربهم ب 100 بده يطلع عندي جواب. بده يطلع عندي جواب هون. فينا نعرف ليه ب 100 غسان؟ هيدي او هي الفورمول هيدي حتى تعمل حتى يطلع هالشيء هون بال تيطلع الاكواسيون اوموجين، يطلع عندي هالاجوبه اللي بدي اقول لك اياها. بده يطلع هون اذا طلع عندي مثلا 3.6، يعني هالانسان هيدا، هالانسان يلي عم بيطلع عنده هون 3.6 هالنسبه هاي، منه معرض لمشاكل بالقلب او بالعروق او بالسيستم سيريبلار، انه انسداد او قصص مشاكل معلقه بالشرايين يعني. هلا اذا النسبه اعلى لحد الستة يعني بيكون عنده خطر، عنده خطر وشيك. نعم. على كل حال اليوم بالمختبرات في طرق ثانيه بيقدر واحد يفحص اذا واحد عم بيحضر لجرحه او عم بيعمل جرحه بغير يعني كمان بغير وسائل، بس نعم. انا بدي احصر هلا هون بهالوسيله هاي. هدول برجع بحكي عنهم بشكل مفصل، بس انا عم جاوبك بهالدقه انه في معادله نقدر نعرف نحن، وكل انسان بيقدر يعرف انه قديش امتين ببلش الخطر عنده. نعم. هلا العوامل بس يلي اهم انها هي مخصص لها جلسه لحالها، بس العوامل يلي هي مؤثره اكثر شيء التدخين، نعم، الكحول، شرب الكحول، التعصيب، والاشياء الجينيتيك. هلا الاشياء الجينيتيك يعني حتى لو واحد ما بيدخن وما بيعمل شيء وقاعد مثل ما هيك بيوصل لعمر بيصير معه، او بيوصل لفتره يعني في يعني حتى لو دارك هالاشياء بيتعرض لاشياء. نعم. يعني بيتعرض لاشياء بتخلي هالشيء يبلش معه او نعم. يكثر او يصير بشكل فجائي. نعم. مثل مرض السكري، مثل مرض مثل يعني مثل يعني غسان اذا بنحكي عن الجينيتيك المواد الكيميائيه كمان اوقات بتخلي جسم نعم. الانسان يخربط ويعمل. نعم. اذا نحكي عن الاشخاص يلي بياخذوا بالوراثه حتى لو كانوا عم بيتجنبوا الوقوع بالمرض الكوليسترول والمرض يعني في طرق انه يقدروا يتجنبوا او لا خلص مثل ما ذكرت انه هلا انا ماني طبيب اقدر اشرح نعم. بهال يعني ما بقدر اغوص، انا عم بحكي كيمياء نعم. عم بحكي بيوشيمي انه كيف انه عم بعطي النظريه اكثر شيء عم بركز انا انه اكثر شيء شو وظيفتهم، انه كلمه كوليسترول ما لازم تخوف، موجوده بجسم الانسان نعم. ضروريه نعم. هلا بس يقال انا بفضل انه هذه حكمه تجاوب على علي الموضوع، بس يقال انه اذا شيء جينيتيك بده يصير يعني، بس في واحد ياخره ويتجنبه بانواع من الرجيم بصفه الحكيم او بانواع من الادويه. نعم نعم غسان، نحن اليوم رح نختم لقائنا، اكيد موضوع الكوليسترول ما بينتهي اليوم يعني، رح نكمل الاسبوع القادم لانه موضوع كثير مهم، وان شاء الله نقدر من خلال هالكم حلقه اللي رح نتطرق لها عن هالموضوع نكون يمكن وضحنا اكثر شو اهميه الكوليسترول، وكمان ان شاء الله نقدر نجاوب على اسئله كثيره ممكن انه تكون تورط باذهان المشاهدين. اهلا وسهلا فيك غسان من جديد. كمان مشاهدينا انا بشكر رفقتكم معنا الاسبوعيه، لقائنا بجدد الاسبوع القادم بنفس الوقت، موضوعنا الكوليسترول اللي رح نكمله. الله معكم.